خلال لقائه وفد من مجلس النواب الأمريكي، الرئيس السيسي يؤكد ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان، ويشدد على ضرورة تجنب توسع الصراع. حزب الله يستهدف منزل رئيس حكومة الاحتلال في مدينة قيصرية بطائرة مسيرة، ويعلن قصف منطقة حيفا برشقة صاروخية كبيرة. تواصل حصار شمال غزة الخانق لليوم 15، وقوات الاحتلال ترتكب مجازر جديدة بقصف مدرسة تأوي نازحين وثلاثة مستشفيات بالشمال. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان، والمضي قدما بقوة في مسار وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبكميات كبيرة تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وفدا من مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي برئاسة النائب توم كول رئيس لجنة المخصصات. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي برئاسة النائب توم كول رئيس لجنة المخصصات، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء ركز على الأوضاع الإقليمية، حيث حرص وفد الكونغرس على الاستماع إلى رؤية السيد الرئيس حول كيفية استعادة السلم والأمن بالإقليم وتجنب توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية، حيث أوضح السيد الرئيس في هذا السياق ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان والمضي قدما بقوة في مسار وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبكميات كبيرة تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة. وأشار السيد الرئيس إلى الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة على مدار الفترة الماضية، موضحا أن الأمر يتطلب إرادة سياسية من جميع الأطراف وضغوطا مكثفة من المجتمع الدولي لتحقيق التقدم الملموس يتيح استعادة الأمن وفتح الطريق للسلام. وفي ذلك السياق دار حوار مفتوح بين السيد الرئيس وأعضاء الكونغرس الأمريكي بشأن حل الدولتين، حيث أكد السيد الرئيس أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمي وتعزيز مسار السلام والأمن الحقيقيين والمستدامين، بما يحقق مصالح جميع الشعوب في المنطقة ويمهد الطريق للاستقرار والتنمية والازدهار. وفي ذلك الإطار تم استعراض الموقف الإقليمي الشامل وما تشهد المنطقة من أزمات وجهود مصر لتسويتها واحتوائها. وأضاف المتحدث الرسمي أن أعضاء الكونغرس الأمريكي أكدوا خلال اللقاء اعتزازهم واعتزاز بلادهم بالشراكة الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة، مثمنين دور مصر والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في بذل الجهود المتواصلة لإرساء السلام والاستقرار، ومؤكدين دعم الولايات المتحدة لمصر وحرصها على استمرار التشاور والتنسيق المشترك في مختلف الملفات بما يصب في صالح السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية شبكة الطرق التي تم إنجازها في ربط مصر كلها وتقليل الزمن المستهلك للوصول لأي مكان، مما يسهل حركة التجارة والاستثمارات بين مختلف ربوع الوطن. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء عقب جولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية بمحافظة المنيا. احنا وصلنا المنيا في خلال فترة حوالي 2 أو 2.5 ساعة. الكلام ده منذ 5-6 سنوات كنا عشان نيجي المنيا ممكن ناخد 4 أو 5 ساعات. وبالتالي شبكة الطرق اللي اتعملت اللي هي بتربط مصر كلها النهاردة اعتقد يعني بترد على اي تساؤل النهاردة هو احنا بنعمل شبكة الطرق دي ليه. لكن النهاردة أعتقد ده واضح تماماً لينا القدرة على الوصول للمحافظة، ومش مجرد أن أنا أوصل، معنى كده أن بقت هذه المحافظة سهل
ان اي استثمار يجي ويوصل لها، وبالتالي المناطق الصناعيه اللي تبقى موجوده فيها تقدر انها تشتغل، فرص عمل جديده بتبدا تزيد. الكلام ده بيتواكب مع النهارده ان احنا بنزور 3 مراكز، وارجو ان احنا ناخد بالنا بعيدا عن العاصمه بتاعه المحافظه. احنا بنزور صملوط، مغاغه، والعدوه. وعلى فكره دول مش من حتى المراكز الكبيره، هم بيحتلوا مراتب بعد المنيا وملاوي. منيا وملاوي هو اكبر مركزين، وبعديهم بتيجي يمكن صملوط، وبقيه المراكز بتيجي في مراحل اخرى. هذا وتعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بان الدوله ستستمر في جميع المشروعات التي تخدم المواطن بشكل مباشر. وفي هذا الإطار أشار مدبولي إلى أنه تم تطوير ما يقرب من 60 محطة صرف صحي بالصعيد خلال الفترة الماضية، وتم تحويلها لمحطات صرف ثنائي أو ثلاثي. هذا الكلام لأن الدولة إن شاء الله كل تركيزنا بإذن الله هنستمر في هذه المشروعات اللي بتخدم المواطن وبتصل له بصورة مباشرة. إحنا طورنا في الصعيد ما يقرب من 60 محطة صرف صحي على مدار الفترة اللي فاتت، حولناهم كلهم إلى صرف ثنائي مطور أو ثلاثي. فالنهاردة بقيت قادر أستخدم المية بتاعتهم علشان إنها تستخدم، لأنها كانت بتنزل في المصارف، والمصارف دي بعد مسيرة طويلة ممكن بتصب على نهر النيل، عشان نضمن برضو نقاء المية بقدر الإمكان. كل ده حجم شغل النهاردة بيتعمل مع التطوير اللي بنعمله في المنشآت التعليمية. هل ما زال هناك تحديات؟ بالتأكيد ما زال هناك تحديات، وبالتأكيد محتاجين نشتغل تاني ونواصل الليل بالنهار عشان نكمل بقية المراكز. أكد رئيس الوزراء أن تحريك أسعار الوقود جاء نتيجة الأعباء التي تحملتها الدولة بصورة إضافية لتوفير المواد البترولية اللازمة لضمان عدم انقطاع الكهرباء. وفي هذا الإطار أشار مدبولي إلى أنه تم الاتفاق على عدم تطبيق أي زيادات أخرى خلال 6 أشهر القادمة لضمان ثبات مستوى الأسعار بشكل عام. بتابع طبعا ردود الأفعال بعد الزيادات اللي حصلت امبارح في موضوع الوقود، وخليني أذكر حضراتكم بمنتهى الشفافية، احنا اتكلمنا على هذا الموضوع مع بعض، وشرحت لحضراتكم مدى ما تتحملوا وتحملته الدولة من أعباء على نتيجة لزيادات أسعار الهائلة للمنتجات البترولية والوقود، واللي احنا تحملناه بصورة إضافية عشان ندبر موارد إضافية عشان أضمن عدم قطع الكهرباء مرة أخرى. واتكلمت بمنتهى الوضوح وقلت احنا مضطرين ان احنا نزود تدريجيا الأسعار من هنا لغاية نهاية 25، فبالتالي احنا بناخد خطواتنا بناء على هذا الموضوع. لكن اللي يمكن النقطة المهمة اللي أنا عايز أكد عليها، وده كانت بالتنسيق سواء مع وزير البترول طبعا ومع حتى دراساتنا ورؤيتنا لازاي ان احنا نستهدف التضخم والدنيا تتحرك، ان احنا اتفقنا مع الزياده اللي حصلت امبارح ان احنا مش هيحصل زياده اخرى لمده 6 أشهر القادمه، ودي علشان نعمل نوع من الثبات وان احنا نساعد في انزال التضخم في الفتره الجايه. الاهم ان احنا لما اتعملت الحسابات بتاعتنا كلها اتعملت على اساس ان كان سعر البرميل 80 دولار. طب النهارده السعر 73. يبقى معنى كده ان لدينا فرصه اذا استقرت الاسعار في هذا على هذا المتوسط اللي هو 73 74، يبقى عندي فرصه كدوله ان انا ما زودش الاسعار بالصوره اللي انا كنت حاططها كخطه من هنا لغايه اخر 25. كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد تفقد عددا من المشروعات الخدميه بمحافظه المنيا يرافقه عدد من الوزراء. وأكد مدبولي أن الجانب الأكبر من زيارته لمحافظة المنيا كان لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، والتي قاربت على إتمام أعمال المرحلة الأولى لها. كما تفقد مدبولي مشروع تطوير مستشفى العدوى المركزي والذي يتم تنفيذه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك مستشفى صملوط المركزي والذي يقدم خدمات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. ك
كما تفقد رئيس الوزراء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية برتباط غرب مغاغة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث أكد مدبولي أن مشروعات الصرف الصحي تمثل أولوية مهمة على أجندة المبادرة الرئاسية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على التوسع في نسب التغطية بخدمات الصرف الصحي بجميع قرى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وخلال جولته بمحافظة المنيا تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه محطة مياه العدوى والتي يتم تنفيذها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرية. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة حققت إنجازا كبيرا في مشروعات حياة كريمة، خاصة في قطاع مشروعات مياه الشرب، وذلك من خلال العملية على تحسين جودة ونوعية المياه والتوسع في إنشاء محطات وشبكات المياه بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا. نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحادين المصري والدولي للفروسية والهيئة العامة للخدمات البيطرية تنظيم البطولة الدولية لقفز الموانع بوادي الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة، وذلك بمشاركة 175 فارسا وفارسة من عدد من الدول العربية والأجنبية. تتواصل على ملاعب وادي الفروسية فعاليات البطولة الدولية لقفز الموانع والتي يستضيفها الوادي على مدار 3 أيام بمشاركة 175 فارساً وفارسة من عدد من الدول العربية والأجنبية بالتنسيق مع الاتحادين المصري والدولي للفروسية، حيث وفرت وزارة الداخلية كافة مقومات النجاح للبطولة. مقاييس ملاعب الوادي العالمية ساهمت في إبراز مهارات الفرسان وسط إشادة منهم بجودة الملاعب والإمكانيات التي يتمتع بها الوادي وإطلالته الساحرة على بحيرة عين الحياة والتي تؤهله لاستضافة كافة بطولات الفروسية محليا ودوليا. الحقيقه البطوله ناجحه نجاح كبير جدا، والتنظيم اللي تم على اعلى مستوى، وانا شفت بطولات كتير دوليه وخارج مصر، انا شايف ان احنا ان لم نكن مثلهم فاحنا احسن منهم. المجهود اللي اتعمل والدعم اللي تم من وزاره الداخليه ومن وزاره الشباب والرياضه لانجاح البطوله ودعم محمود ومشكور جدا من جانبنا. This is the first time I'm in Egypt, yes, and it's been really an experience. Also, getting to know the culture and everything, really nice, really warm people. I really, really like this place, this accommodation. It's really, really nice, and the stables look very nice. You have 7 arenas where you can do some flat work with the horses. You have enough space. صراحة البطولة الأراضي كويسة جدا. والاستابلات والبطولة منظمة يعني أكتر من أي بطولة اتعملت قبل كده. السدود كويسة والبوسترز اللي في كل حتة طبعاً شكلها حلوة قوي ويعني بتبهر للناس. ترتيبات تنظيمية دقيقة بكافة جوانب الوادي للخروج بالمظهر اللائق بمصر ومكانتها الكبيرة في رياضة الفروسية، وحضور جماهيري من مختلف الفئات للاستمتاع بالأجواء التنافسية. The show is really good. It's well organized and as well as the hotel. I think I will definitely come back here anytime soon. I don't want to leave, so it's better than I expected, that's for sure. And also all the people are so good here. They treat us very well. They help us with everything. النهاردة كانت البطولة ما شاء الله مجهزة تجهيز عالمي، وكانت يعني مش ناقصة حاجة. المكان نفسه المكان جميل، الملاعب كلها مجهزة تجهيز عالمي. صراحة أنا مبهر باللي صاير يعني. Incredible facility. I think the going in the arena.
Your show director has put on an incredible show. People work here and have made so much effort to make this show venue absolutely outstanding. تواصلت المنافسات ليلا ونهارا، خاصة مع وجود منظومة إضاءة متطورة لإضاءة الملاعب ليلا، فضلا عن توفير اسطبلات لإقامة الخيول وتوفير الرعاية البيطرية لها. كما يضم الوادي فندق خاص لإقامة الفرسان، وهو ما يعطي الفرصة لهم لمزيد من التدريب والاستعداد. البطولة هنا في وادي الفروسية مبهرة، حاجة عظيمة، حاجة تشرف مصر. تنظيم فوق الممتاز من أوتيل وإيواء خيل وأراضي ملاعب سدود أعداد، الجو العام كله طبعا كويس جدا، وده ساعدنا ان احنا فعلا نركز ونحقق نتائج الحمد لله. البطولة ما شاء الله حلوة كتير، الفاسيليتي في الاستابل النادي كله يعني بينافس بطولات اوروبا. انا النهارده جيت اتفرج على البطوله الدوليه في وادي الفروسيه، بصراحه المكان حلو جدا ومجهز للبطوله وفي ناس كتير جايه من بره. وادي الفروسيه إحدى القلاع الرياضية التي هيأتها وطورتها وزارة الداخلية لاحتضان المنافسات الدولية والمحلية في رياضة الفروسية، خاصة مع حرص الدولة على الارتقاء بهذه الرياضة وتوفير المقومات الإنشائية واللوجستية للنهوض بها. وادي الفروسية إضافة حقيقية لرياضة الفروسية في مصر، خاصة بعد أن قامت وزارة الداخلية بتطويره ليصبح ذو مقاييس عالمية وعلى استعداد لاستضافة كافة بطولات الفروسية الدولية. من هنا كان استضافة الوادي للبطولة الدولية لقفز الموانع ليؤكد معه على استعداده الدائم لاستضافة كافة البطولات والعمل على إنجاحه بكل ما يملكه من مقومات تسهم في إنجاح هذه البطولات. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. استقبل وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة شريف الجبلي، وذلك في إطار دعم التعاون مع اللجان المختلفة بمجلس النواب وتبادل الرؤى حول الشؤون الخارجية بما يخدم المصالح الوطنية. عبد العاطي أكد خلال اللقاء أن العلاقات المصرية الأفريقية تشكل إحدى الدوائر الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية، واستعرض عبد العاطي محددات الموقف المصري من الملفات التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري وأمن واستقرار القارة، وأهمها التطورات في السودان والقرن الأفريقي والسد الإثيوبي. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الروسية المصرية بالمتميزة، مؤكدا أنه خلال الأعوام الماضية ارتفع التبادل التجاري بين البلدين. وأكد بوتين على إقامة مشروعات كبيرة ضخمة، لا سيما مشروع محطة الضبعة النووية الذي يجري وفق الخطط الموضوعة، فضلا عن مشروعات المناطق الصناعية. وجاء ذلك خلال لقاء الرئيس الروسي بوتين مع ممثلين عن كبرى وكالات الأنباء ووسائل الإعلام في دول البريكس، وذلك في العاصمة الروسية موسكو. ونوه بوتين لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام منتدى أعمال تجمع بريكس، والتي تحدث خلالها عن المشاريع التي تقوم بها روسيا في المناطق الصناعية وقرب منطقة قناة السويس. شارك مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق في اجتماع بعض السفراء العرب مع السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وشدد المندوب الدائم لمصر على ضرورة الإيقاف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات وإنقاذ أكثر من 400,000 مدني محاصرين في شمال القطاع تحت القصف الإسرائيلي المستمر، واتخاذ موقف دولي موحد حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني.
استهدف حزب الله صباح اليوم بطائرة مسيرة مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة قيصرية، وألحقت أضرارا بالمكان دون أن تتمكن القبة الحديدية من اعتراضها. وأوضح جيش الاحتلال أن 3 طائرات مسيرة تسللت من لبنان، تم اعتراض 2 والثالثة أصابت مبنى مقر إقامة نتنياهو في مدينة قيصرية. هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شرطة الاحتلال أغلقت عدة شوارع في المدينة ومنعت وسائل الإعلام من الاقتراب من موقع سقوط المسيرة. من جانبه أكد حزب الله أنه تم قصف منطقة حيفا في شمال إسرائيل بالصواريخ. وأوضح الحزب أنه تم قصف الكريوت شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية كبيرة، كما أعلن استهداف تجمعات للجنود في المناطق الحدودية، فضلا عن قصف مواقع عسكرية وتجمعات لقوات الاحتلال في عدد من مستوطنات شمال إسرائيل. وفي الأثناء أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل مستوطن وإصابة 14 آخرين في قصف استهدف عكا وحيفا وعدة مدن بالشمال، مشيرة إلى رصد إطلاق قرابة 150 صاروخا من جنوب لبنان. أكد الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن حكومة لبنان هي وحدها المنوط بها التفاوض باسم بلادها من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتطبيق كامل غير منقوص للقرار رقم 1701. وشدد أبو الغيط على أن موقف جامعة الدول العربية واضح في هذا الخصوص، وأن قراراتها جميعا تشدد على سيادة لبنان الكاملة في اتخاذ قراراته المصيرية. قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن سفراء عرب بالمنظمة الأممية عقدوا اجتماعا لبحث سلامة الفلسطينيين في شمال قطاع غزة. وأكد منصور أن هناك 400 ألف مدني فلسطيني مهددون إما بالقتل أو بالموت جوعا. وكما دعا منصور والسفراء العرب مجلس الأمن الدولي للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدلا من أن تتعلم من كل هذه الدروس بأن توقف هذه الحرب ضد شعبنا في فلسطين، خاصة في غزة وبشكل أكثر تحديدا في شمالي غزة، فإنها توسع نطاق الحرب ضد لبنان، وهو ما ندينه. ما نحتاجه ليس توسيع نطاق هذه الحرب، ما نحتاجه هو وقف هذه الحرب ووقف إطلاق النار بشكل فوري وإرسال مساعدات الإنسانية إلى شعبنا والدفاع عن قوات اليونيفيل والبقاء في الخط الأزرق في لبنان والسماح بفتح باب لأفق سياسي. سنضغط بأسرع ما يمكن من أجل إصدار قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار ويطالب بوصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء قطاع غزة المحتل لتلبية احتياجات شعبنا في كل مكان بالقطاع. نحتاج لإنقاذ الأرواح وليس لقتل المزيد. أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن انقطاع كامل لخدمات الإنترنت في محافظة شمال قطاع غزة التي تتعرض لعملية إبادة وتهجير قسري من قبل قوات الاحتلال منذ 15 يوما. وأوضحت الشركة أن الانقطاعات شملت أغلب مناطق شمال غزة، حيث سبق ذلك انقطاعات متفرقة قبل أن يفصل بالكامل، لافتا إلى أن طواقمها تعمل جاهد على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن. دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري إلى ضرورة الضغط من قبل كافة الأعضاء في أروقة الأمم المتحدة والجمعية العامة لفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعزلها بالكامل ما لم توقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. وشدد المقرر الأممي على ضرورة فرض قيود مالية واقتصادية على إسرائيل إذا لم يتم محاسبتها من قبل المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الفيتو الأمريكي يمنع مجلس الأمن من التحرك ضد إسرائيل. So quickly and so completely. We have never seen in modern history this speed of... أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنافذ البرية أمام الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة
من معبر رفح البري إلى منفذ كرم أبو سالم. ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر حالة الاصطفاف لمئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على امتداد الطرق المؤدية من المنطقة اللوجستية بمدينة العريش حتى مدينة رفح. وللمزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل الصورة من العريش ورفح. المساعدات الإنسانية بمختلف أنواعها ما زالت تصطف هنا في مدينة العريش ورفح، وبالطبع مليئة بالمساعدات الغذائية واللوجستية وأيضا الطبية. لكن قوات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي تمنع دخول هذه المساعدات من معبر كرم أبو سالم. تتحرك هذه المساعدات من العريش ورفح متجهة إلى بوابة معبر رفح المصرية وتعبر إلى معبر كرم أبو سالم، لكن قوات الاحتلال تمنع دخول هذه المساعدات. هذا يأتي بالطبع مع استمرار القصف المستمر للأماكن الآمنة في قطاع غزة، وتحديدا الحصار المطبق على شمال قطاع غزة وتحديدا جباليا التي يعني نالت الكثير من القصف والاستهداف للمدنيين واستهداف المستشفيات خلال 13 يوما الماضيين وأيضا الماضيين، وبالإضافة أيضا لاستمرار هذا القصف للشبكات الخاصة بالمقاومة الفلسطينية أو الفصائل الفلسطينية ما زالت مستمرة تسمعها من أمام بوابة معبر رفح المصرية، نظرا لأن هذه الاشتباكات في رفح الفلسطينية أو جنوب رفح الفلسطينية. هذه هي الصورة بالطبع الخاصة بنقل المساعدات، لكن المجهودات المصرية بشكل عام لا تتوقف سواء في نقل المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين أو حتى في مجهودات تجهيزات هذه المساعدات لنقلها إلى الأشقاء. هذه هي الصورة، ولا نعود إليكم مرة أخرى. وما زالت نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها. الرئيس الأمريكي يؤكد وجود فرصة لإنهاء الصراع بين إسرائيل وإيران لفترة من الوقت، ونتنياهو يتشبث باستمرار الحرب لتعزيز موقفه السياسي. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هناك فرصة للتعامل مع إسرائيل وإيران بطريقة قد تنهي الصراع بينهما في الشرق الأوسط لفترة من الوقت. وأوضح بايدن أنه لديه علم بكيفية وموعد رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني، مشيرا إلى اعتقاده بإمكانية العمل على التوصل لوقف النار في لبنان. في السياق ذاته شدد منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي على أن رئيس بايدن يؤمن بأن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة بات ممكنا بعد مقتل يحيى السنوار. قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لن يوقف الحرب. وأضاف خامنئي أن حماس ستظل موجودة وأن هذه الجبهة لم تتوقف عن التقدم باغتيال شخصيات بارزة. نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة معسكرا لتدريب الكوادر الشبابية ضمن فعاليات العام الخامس والاحتفال بتأسيس المؤسسة في أكتوبر عام 2019، وذلك في المدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد. شارك في التدريب ما يقرب من 800 شاب وفتاة على مدار 3 أيام بمحافظة بورسعيد من شتى محافظات الجمهورية. كما تم توفير رحلات مجانية ترفيهية ببورسعيد وأنشطة رياضية مختلفة على هامش مشاركتهم في المعسكر التدريبي. النهاردة أكثر من 800 شاب متطوع من كافة المحافظات الجمهورية موجود على أرض بورسعيد، بتمتع بكافة الخدمات الموجودة بالمدينة الشبابية اللي فتح، وبنوجه للشكر معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي اللي أمر بفتح المدينة الشبابية على كافة الخدمات ليها لتوفير الشباب. يمكن النهاردة أنا حضرت معهم كمان، حضرتنا أحد المحاضرات كانت عن المهارات الحياتية وإزاي يتعلموا إن هم يتواصلوا مع أهالينا في كافة النجوع والكفور، وإن هم يوصلوا لهم الدعم بشكل لائق ورسالة إيجابية لكافة الشباب، ويعلمهم ازاي اهميه التطوع، ودي هتبقى فايده كبيره لمصر. جاي النهارده في بورسعيد المدينه الرياضيه
تبع مؤسسه حياه كريمه اخد بعض البرامج والانشطه المختلفه علشان خاطر انفذها على الارض الواقع على الارض الميداني مع الاهالي واخواتنا وفي القرى. طبعا احنا كلنا هنا بنستفيد من بعضينا. المعسكر في الاول كان بيضم محافظه واحده، لا دلوقتي بيضم اكتر من 4-5 محافظات: قليوبيه، بورسعيد، فيوم، بني سويف، اسكندريه. دلوقتي احنا بنتعرف على بعض اكتر من 200-300 متطوع وفي نفس المدينه الشبابيه الواحده. اول استفاده هي المشاركه المجتمعيه اللي احنا موجودين فيها النهارده، ومن ضمن المشاركه المجتمعيه ان احنا تعرفنا على المتطوعين من محافظات اخرى. يمكن فعالياتنا كلها كانت محافظة على محافظه القليوبيه، لا النهارده معانا بورسعيد، معانا الفيوم، معانا بني سويف، معانا محافظه الاسكندريه. دي حاجه جديده علينا ان احنا بنعرف كل اخواتنا في كل المحافظات، عارفين ان الجدعان منتشرين في كميه كبيره جدا باسم حياه كريمه. احنا النهارده موجودين في المدينه الشبابيه بورسعيد بالتزامن مع مؤسسه مرور 5 سنين على مؤسسه حياه كريمه. تمام، استفدنا كتير هنا، اتعلمنا عن المهارات الحياتيه، اتعلمنا عن تكنولوجيا المعلومات وازاي السايبر سيكيورتي وازاي تحمي نفسك من مخاطر الانترنت. في معسكر ايجل اس احنا النهارده بنمارس انشطه رياضيه بتؤكد وتنمي مهارات الشباب في الرياضه، خاصه في ظل الاحداث، وخاصه ان احنا معانا صندوق مكافحه الادمان والمخدرات، واخدنا على مدار الايام الثلاثه المتواجدين فيها في المعسكر محاضرات من كليه التربيه الرياضيه بجامعه اسكندريه، علشان هي متعاونه مع المؤسسه في القاء المحاضرات هنا في المدينه الشبابيه. اخدنا عن اللياقه البدنيه والاصابات والاسعافات. استفدت ازاي اقوي مهاراتي في اللياقه البدنيه، ازاي اعرف الحروب الادراكيه وازاي اواجه الحروب الادراكيه عامه. بصراحه التدريبات النهارده والمؤتمرات ديت فيها معلومات كتيره جدا استفدت منها، حاجات ما كنتش عارفها وفي حاجات كنت عارفها بس اتاكد عليها، معلومات كان ممكن تبقى مغلوطه، بس ما شاء الله المعلومات هنا كلها موثوق منها. أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الشريف الشربيني عن تخصيص 5% من إجمالي الوحدات المطروحة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن الإعلان الجديد بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين ذوي الهمم. وأوضح الشربيني أن هذا التخصيص يأتي في ضوء التوجيهات الرئاسية بضرورة الاهتمام بالمواطنين ذوي الهمم وذويهم، وذلك في إطار رؤية الدولة للارتقاء بجودة الحياة للمواطنين من ذوي الهمم وتقديم السبل الرعاية والدعم لهم. تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق تقريرا من الحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الأول من يناير 2024 وحتى أكتوبر الجاري، حيث تجاوزت 6.9 مليون طن من المنتجات الزراعية بحوالي 4.037 مليون دولار. وأكد وزير الزراعة أن الزيادة قدرها 980 مليون دولار وأكثر من 574,000 طن عن نفس الفترة من العام الماضي. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار تسجيل نحو 4,000 من أطباء الزمالة المصرية لحضور النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يعقد في 21 من الشهر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويعد المؤتمر منصة تعليمية متميزة تجمع خبراء محليين ودوليين في 37 تخصصا طبيا، كما يسعى لتمكين الأطباء من مواكبة أحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات وبناء شبكات مهنية تسهم في تحسين جودة التعليم الطبي. تفقد محافظ أسيوط هشام أبو النصر أعمال المسح الطبي للكشف عن الالتهاب الكبدي الوبائي بمدرسة إسماعيل القباني بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الالتهاب الكبدي الوبائي. كما تفقد محافظ أسيوط سير العمل بالمجلس الطبي العام الكوميسيون الطبي ومستشفى الصدر بحي شرق مدينة أسيوط للاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات الصحية للمرضى. تحرص وزارة الثقافة على إقامة مهرجان الموسيقى العربية كل عام حتى وصل للنسخة 32، ليؤكد
قوته في مصر والوطن العربي بحضور كوكبة كبيرة من الفنانين في قلعة ومنارة الثقافة والفن دار الأوبرا المصرية بمختلف مسارحها. هذا وحظي مهرجان الموسيقى العربية بإقبال كبير من الفنانين المشاركين والجمهور، ومن المتوقع أن يستمر هذا الإقبال حتى ختام المهرجان. هي ليلة جديدة من مهرجان الموسيقى العربية، لكنها ليلة مختلفة ومميزة، ليلة نفذت فيها تذاكر هذا الحفل في دار الأوبرا المصرية لتستقبل عددا كبيرا من جمهور هذا المهرجان في هذه الليلة التي يحييها الفنان تامر عاشور الذي سيحيي حفلا آخر نظرا لهذا الإقبال الشديد من الجمهور. المهرجان تحفة، وأنا أول مرة أجي بصراحة في دار الأوبرا مهرجان، بس المهرجان لا تحفة صراحة. أنا أول مرة أحضر الأجواء دي، وبصراحة يعني دايما عارفة الأوبرا يعني أجواءها دايما عظيمة، ومبسوطة أن أنا موجودة ومستنية الحفلة بفارغ الصبر. حلو قوي بجد، الفايبس تحفة، الميوزك كمان شغالة خطيرة، لا الجو تحفة. حفلة وإن غلب عليها طابع الغناء الحزين، لكنها ليلة بها أجواء فنية مفرحة بهذا الإقبال والإشادة بهذا المهرجان الذي تحرص وزارة الثقافة على إقامته كل عام حتى وصل للنسخة 32 ليؤكد قوته في مصر والوطن العربي بحضور كوكبة كبيرة من الفنانين في قلعة ومنارة الثقافة والفن دار الأوبرا المصرية بمختلف مسارحها. بصراحة مهرجان يعني تحفة، وتحس كده ان حاجة جميلة جدا وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية بيحتفلوا مهرجانات، مهرجان بصراحة جميل جدا، منظم جدا، تنظيم حلو جدا، مفيش زحمة، يعني الأورجانيزيشن كويس، ونتمنى ان شاء الله انها تبقى حفله حلوه. المهرجان كل مره بيعمل حاجه مختلفه الحقيقه، يعني انا شايفه المره دي انه في ريد كاربت وفي مزيكا في كل حته، وفي اقبال حلو قوي من الناس، وبقى في وعي ان الناس تيجي الاوبرا وتسمع اغاني محترمه وتسمع مطربين هايلين. حاجه جميله يعني، ممتازه جدا، والاجواء جميله جدا، والعروض اللي بتبقى في الاوبرا جميله، والمهرجان النهارده حاجه مشرفه يعني. الاقبال الشديد هو ميزة هذه النسخة، بالإضافة بالطبع لتنوع الغناء والفنانين المشاركين، ومن المتوقع أن يستمر هذا الإقبال حتى 24 من الشهر الجاري وهو ختام المهرجان. أما عن الأيام المقبلة فسيشهد حضور العديد من الفنانين الذين ينتظرهم عشاق ومحبو مهرجان الموسيقى العربية. محمود جميل، التلفزيون المصري. الآن مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. ومصطفى مزار. شكرا سحر ناجي، شكرا إمام منصور. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة. أكد وزير المالية أحمد كوجك أن الحكومة تستهدف تحسين بيئة الأعمال وخفض الأعباء المالية من خلال سياسات مالية واستثمارية وتجارية متكاملة على نحو يسهم في دفع حركة الاستثمار والإنتاج والتصدير لتشجيع نمو القطاع الخاص في الاقتصاد. وقال وزير المالية أن هناك برامج ومبادرات داعمة للمستثمرين المحليين والأجانب ترتكز على ربط الحوافز بتحقيق النتائج والمستهدفات على أرض الواقع. وجاء ذلك خلال لقاء الوزير بممثلي مجتمع الأعمال التركي على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العربي التركي. التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط مع ستيفان جامبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي مجموعة البنك الدولي لبحث تطورات محفظة التعاون التجاري، وقد ناقش الجانبان استعدادات انعقاد الاجتماعات مجموعة البنك الدولي خلال الفترة من 21 حتى 26 أكتوبر الجاري التي تناقش تحديات التنمية العالمية وجهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، كما تطرق إلى محفظة التعاون الإنمائي خاصة فيما يتعلق بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. أعلن الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع متوسط الأجر الشهري للعاملين في كل من القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بنسبة زيادة بلغت 16.8% في العام الماضي، وقد جاء ذلك خلال النشرة السنوية لإحصاءات التوظيف والأجور وساعات العمل عام 2023 التي أصدرها الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء.
أوضح الجهاز أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في كل من القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بلغ 5005 جنيهات في 2023 مقابل 4284 جنيه في عام 2022. قام وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب بزيارة الميدانية لمنطقة صناعية الحرة في محافظة الإسماعيلية، تفقد خلالها عددا من المصانع العاملة في مجالات الغزة والنسيج وتصنيع المستلزمات الطبية والنقل واللوجستيات. واستهل الوزير جولته التفقدية بزيارة أحد المصانع الملابس الجاهزة والأقمشة والغزة والنسيج الذي يبلغ حجز استثماراته 110 ملايين دولار ويصدر إنتاجه بالكامل للأسواق الخارجية. كما تفقد الوزير مصنعا للمستلزمات الطبية يبلغ حجم استثماراته 3 ملايين دولار ويصدر نحو 80% من إنتاجه للأسواق الخارجية. في أسواق البترول العالمية هبطت العقود الأجلية للنفط وسجلت خسائر أسبوعية بأكثر من 7% بعدما أظهرت بيانات أن نمو الاقتصاد الصيني تباطأ مع تقييم المستثمرين لتوقعات متباينة بشأن الشرق الأوسط. تراجعت العقود الأجلية للخام برنت ب 1.87% إلى 73 دولار و6 سنتات للبرميل الواحد. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 2.5% لتصل إلى 69 دولار و22 سنتا للبرميل. هذا وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.83% لتصل إلى 2.16 دولار للتر. كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.26 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دول مجموعة البريكس تعمل على تنظيم تبادل المعلومات المالية بين البنوك المركزية وما سيكون بديلا لنظام سويفت. أشار بوتين إلى أنه تجرى حاليا دراسة إمكانية التوسع في استخدام العملات الوطنية وإنشاء الأدوات التي من شأنها أن تجعل هذا العمل آمنا. أكد صندوق النقد الدولي أنه صرف 1.1 مليار دولار إضافية لأوكرانيا بعد موافقة مجلسه التنفيذي على الاتفاق المتعلق بالمراجعة الخامسة لبرنامج المساعدات الحالية. أشار إلى أنه بذلك يصل المبلغ الذي صرف لأوكرانيا مليار دولار و8.7 من أصل 15.6 مليار دولار منصوص عليها في برنامج المساعدات. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن أداء الحكومة الأوكرانية والتزامها في إطار البرنامج لا يزالان قويان وقد تم استيفاء كافة معايير الأداء ويبدو أن معايير سبتمبر تسير على المسار الصحيح. أعلنت الولايات المتحدة أن عجز الميزانية سجل 1.8 تريليون دولار خلال العام الماضي في ارتفاع عن مستويات عام الماضي 2023 وذلك بسبب الإنفاق الكبير بما في ذلك الفوائد على الدين العام. ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن العجز الإجمالي اتسع بمقدار 1.38 مليار دولار للسنة المالية، كما يمثل هذا العام ثالث أعلى عجز تسجله الولايات المتحدة بعد عامي 2020-2021، موضحة أن هناك ارتفاعا بنحو 30% في الإنفاق على فوائد الدين العام ويرجع ذلك إلى حد كبير لارتفاع أسعار الفائدة. انتهت الجولة الاقتصادية مشاهدينا الكرام، أعود إلى إيمان وصحر واستكمال ما تبقى. شكرا لك مصطفى. تحول اليوم الذكرى 38 لوفاة المخرج نيازي مصطفى الكاتب والمخرج العاشق للسينما والفن الذي لقب بشيخ المخرجين المصريين. استطاع نيازي مصطفى تأليف أكثر من 50 فيلما وإخراج أكثر من 120 فيلما خلال مسيرته الفنية. We'll be right back.
وبهذا الخبر انتهت نشرة السادسة، وتبقى التذكير بالعناوين. خلال لقائه وفدا من مجلس النواب الأمريكي، رئيس السيسي يؤكد ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان، ويشدد على ضرورة تجنب توسع الصراع. حزب الله يستهدف منزل رئيس حكومة الاحتلال في مدينة قيصرية بطائرة مسيرة، ويعلن قصف منطقة حيفا برشقة صاروخية كبيرة. تواصل حصار شمال غزة الخانق لليوم 15، وقوات الاحتلال ترتكب مجازر جديدة بقصف مدرسة تأوي نازحين وثلاثة مستشفيات بالشمال. ختام نشرة السادسة أتتكم من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.